أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أحمد الله تعالى وأصلي وأسلم على خاتم الأنبياء ورسله، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام وتحية الإسلام السلام، فالسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. وبعد سنناقش اليوم إن شاء الله سورة الفتح، ثم إذا كان لدينا وقت إن شاء الله سنناقش بعدها سورة الحجرات. وسورة الفتح تروي جزءا من تاريخ المصطفى صلى الله عليه وسلم في الجزيرة العربية، تتكلم عن أن الرسول صلى الله عليه وسلم في السنة السادسة للهجرة، يعني بعد أن هاجر من مكة إلى المدينة بست سنوات، رأى أنه يدخل الكعبة، رأى رؤية منامية ورؤية الأنبياء حق، رأى أنه يدخل الكعبة يعني مقصرا، يعني هو مجموعة من أصحابه، فقرر أن يقوم بأداء العمرة. فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في 1400 من المهاجرين والأنصار، ويعني توجهوا إلى مكة المكرمة، وتخير طريقا غير الطريق المعهود حتى لا يصطدم كفار مكة. وعندما وصلوا إلى الحديبية، وهي قرية صغيرة قريبة من مكة المكرمة، أرسل وفده لكفار قريش يخبرهم أنه قادم لأداء العمرة، ليس قادما لقتال، ويعني يطمئنهم أنه يحملون السلاح للدفاع عن أنفسهم فقط وليس للقتال. ولكن يعني رفض كفار قريش اقتراح الرسول صلى الله عليه وسلم، فبعث لهم عثمان بن عفان، وهو طبعا من كبار الشخصيات في مكة المكرمة سابقا، يعني قالوا لعثمان يعني إذا أردت أن تطوف بالبيت تطوف، فقال والله لا أطوف بالبيت قبل رسول الله صلى الله عليه وسلم أبدا. وأشيع أن عثمان قتل، فاستعد رسول الله صلى الله عليه وسلم لقتال مشركي مكة، مشركي قريش، ولكن طرح أن هذه الإشاعة غير صحيحة، فلم تقم أي معركة، وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان، وجاء ذكرها في هذه الصورة المباركة. والمقصود بالفتح هنا هو هدنة صلح الحديبية، والهدنة كان فيها تنازلات كثيرة من جانب المسلمين لمشركي قريش، وبالرغم من ذلك اعتبرها القرآن فتحا عظيما، واستغرب الصحابة ذلك. فيروي سيدنا عمر عليه رضوان الله يقول والله ما شككت منه أسلمت إلا يومئذ يوم صلح الحديبية، فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنيا في ديننا إذن؟ قال صلى الله عليه وسلم إني رسول الله ولست أعصيه وهو ناصري. قلت عمر يقول ألست تحدثنا أننا سنأتي البيت فنطوف به؟ قال بلى. ثم قال أما أخبرتك أنك تأتيه العام، يعني بعد سنة من هذا الوقت؟ قلت لا. قال فإنك آتيه ومتطوف به. ثم من غضب سيدنا عمر عليه رضوان الله ذهب إلى أبي بكر فيقول ثم أتيت أبا بكر فقلت أليس هذا نبي الله حقا؟ قال بلى. قلت ألسنا على الحق وعدونا على الباطل؟ قال بلى. قلت فلما نعطي الدنية في ديننا إذن؟ قال أبو بكر أيها الرجل إن محمدا هو رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس يعصي ربه
فاستمسك بغرزه حتى تموت، فوالله إنه لعلى الحق. قلت، يقول عمر، قلت أوليس كان يحدثنا أن سنأتي البيت ونطوف به؟ قال بلى. أفأخبرك أنك تأتيه، أفأخبرك أنك تأتيه العام؟ قال لا. قال فإنك آتيه ومتطوف به. ثم قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: قوموا انحروا بدنكم ثم احلقوا. فما قام من الناس أحد حتى قال ذلك 3 مرات. فقام صلى الله عليه وسلم فدخل على أم خدمة فأشارت عليه أن يبدأ هو بنحر بدنه ثم يحلق. فلما رآه المسلمون قد فعل ذلك قاموا فنحروا وحلقوا. هذه قصة صلح الحديبية بإيجاز شديد، واعتبره غالبية المسلمين أنه تنازل كبير لكفار مشركي قريش، واعتبره القرآن الكريم كما اعتبره المصطفى صلى الله عليه وسلم نصرا مؤزرا. ولذلك سميت بسورة الفتح، الفتح أي النصر، يعني العلو، يعني سورة الفتح يعني سورة هدنة صلح الحديبية التي تمت 6 هجرية. وتبدأ الصورة التي نزلت في الطريق من الحديبية إلى المدينة، يعني هم عائدون من الحديبية إلى المدينة. تبدأ بقول ربنا تبارك وتعالى مخاطبا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، فيقول له: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. واستغرب الناس كيف يسمى هذا فتح والرسول صلى الله عليه وسلم قدم لمشركي قريش تنازلات كثيرة. ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وهذه مقام لم يناله أحد غير سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، أن يغفر الله له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا. وهذا مطلع سورة الفتح. ثم تنتقل الآيات بقول ربنا تبارك وتعالى: هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما. وهنا لنا وقفة. القرآن يقول السماوات والأرض، والقرآن دائما يذكر الأرض بالإفراد، بينما يذكر السماوات أحيانا بالإفراد أو بالجمع. وهذه إشارة أن السماوات 7، وأن الأرضين ذكرت دائما بالإفراد. وجاءت إشارة في القرآن الكريم إلى شبه بناء الأرض ببناء السماوات: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن. وجاء في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن الأرضين 7. يقول صلى الله عليه وسلم: من اغتصب شبرا من هذه الأرض طوقه يوم القيامة من 7 أرضين. يقول: إذا سجد المؤمن وصلت بركة سجدته إلى الأرض 7. ولكن ذكرت الأرض بالإفراد لأن الأرضين 7 كلها في داخل أرضنا هذه. فلا سبيل للإنسان خاصة في هذا الزمن القديم للوصول إلى هذه المعرفة أبدا. ولكن في زماننا يعني أي هذه الأرضية طبيعية أو صناعية ترسم لنا الفواصل بين هذه الأرضين 7 بدقة شديدة. ومن لمحات الإعجاز العلمي في كتاب الله هذه الحقيقة، أن يذكر الأرض بالإفراد بينما يذكر السماوات بالإفراد وبالجمع. وكان الله عليما حكيما سبحانه وتعالى ليدخل المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ويكفر عنهم سيئاتهم، وكان ذلك عند الله فوزا عظيما. ويعذب المنافقين والمنافقات والمشركين والمشركات
الظانين بالله ظن السوء عليهم دائرة السوء وغضب الله عليهم ولعنهم وعد لهم جهنم وساءت مصيرا. ثم يعيد القرآن مرة أخرى ولله جنود السماوات والأرض، يعني مزيدا في التأكيد على هذه الحقيقة أن بالرغم من أن عدد السماوات سبع وعدد الأرضين سبع، ولكن احتواء الأرض التي نحيا عليها على هذه الأرضين فلم يكن في الأزمنة القديمة أي وسيلة أمام الإنسان إلى معرفة أين هذه الأرضون السبع، وهذا من الدقة العلمية الفائقة في كتاب الله. وكان الله عزيزا حكيما. ثم يوجه ربنا تبارك وتعالى الخطاب مرة أخرى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، قل لو إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتبقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا، يعني تنصروه وتعظموه، تعظمون شرع الله في الأرض. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يعني يمتدح القرآن بيعة الرضوان، فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله، يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. وكان الناس يقولون، الصحابة يقولون لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو الذي اشتهر بأنه كان يصلي حتى تتورم قدماه، فيقول له يا رسول الله تفعل هذا وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، فكان يقول أفألا أكون عبدا شكورا. وكذلك كان صلى الله عليه وسلم يقول إني لأستغفر الله وأتوب إليه في كل يوم 100 مرة. لذلك السورة تمتدح الرسول صلى الله عليه وسلم في كثير من آياتها. ما ذلك تنتقل السورة إلى قول ربنا تبارك وتعالى سيقول لك المخلفون من الأعراب شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا. طبعا الرسول صلى الله عليه وسلم عرض الصحبة للقيام بهذه الرحلة، يعني لصلح الحديبية أو لأداء العمرة في السنة السابعة الهجرة لعدد كبير من أهل المدينة ومن الأعراب من حول المدينة. فالآية تقول سيقول لك المخلفون من الأعراب، لأنهم اعتذروا، يعني شغلتنا أموالنا وأهلنا فاستغفر لنا، يقولون بألسنتهم ما ليس في قلوبهم، قل فمن يملك لكم من الله شيئا إن أراد بكم ضرا أو أراد بكم نفعا بل كان الله بما تعملون خبيرا. طبعا كلمة الأعراب لا يقصد بها العرب، هناك فرق بين العرب والأعراب. العرب يعني سكان الجزيرة العربية الذين يتكلمون باللغة العربية والذين يجيدون هذه اللغة. أما الأعراب فهم كل قوم تخلفوا في معرفة الدين، وجاء هذا المعنى في القرآن في أكثر من مقام. الأعراب هم مجموعة من البشر تتصف بصفة النقص في الدين، ولذلك رفضوا أن يخرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، بل ظننتم أن ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم، لم ينقلب الرسول والمؤمنون إلى أهلهم أبدا، وزين ذلك في قلوبكم وظننتم ظن السوء وكنتم قوما بورا، يعني قوما هالكين فاسدين. وهذا في الرد على الأعراب الذين رفضوا الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم يقول ولله ملك السماوات والأرض، هذا للمرة الثالثة في نفس الصورة، ولله ملك السماوات والأرض يغفر لمن يشاء ويعذب من يشاء وكان الله غفورا رحيما.
الله من صفته أنه غفور رحيم سبحانه وتعالى، ولكن هو يعلم طوايا النفوس ويعلم خبايا ما في القلوب، ولذلك يحاسب الناس بعدله وبعلمه سبحانه وتعالى. سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأكلوها ضرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله، قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. يعني ربنا تبارك وتعالى جزاء وعطاء منه أراد أن يكافئ المسلمين الذين خرجوا إلى الحديبية، فوعدهم أن يعطيهم إن شاء الله تعالى ما في خيبر من ثروات، وحاول الأعراب أن يلتحقوا به بعد وصولهم إلى المدينة، ولكن رفض رسول الله صلى الله عليه وسلم التحاقهم به. والقرآن يقول له كل المخلفين من الأعراب ستدعون إلى قوم أولي بأس شديد تقاتلونهم أو يسلمون، فإن تضيعوا يؤتيكم الله أجرا حسنا، وإن تتولوا كما توليتم من قبل يعذبكم عذابا أليما. يعني أمامكم فرصة أخرى، الله يعرض عليكم أن تشاركوا المسلمين في جهادهم في قتالهم، فإن قبلتم ذلك يعني يرضى عنكم رب العالمين، وإن تتولوا كما توليتم من قبل في قضية الوصول إلى الحديبية يعذبكم عذابا أليما. ثم تقول الآيات أن أصحاب العاهات لا حرج عليهم، يعني من العدل الإلهي أن أصحاب العاهات لا حرج عليهم. أقول ليس على الأعمى حرج، ولا على الأعرج حرج، ولا على المريض حرج، ومن يطع الله ورسوله يدخله جنات تجري تحتها الأنهار، ومن يتولى يعذبه عذابا أليما. ثم تمتدح الآيات بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان يعني حينما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم أن عثمان بن عفان عليه رضوان الله قتل، قرر قتال مشركي قريش، فطلب البيعة من المصاحبين له فأعطوه البيعة تحت هذه الشجرة، وسميت هذه البيعة بيعة الرضوان كما جاء اسمها في هذه الصورة المباركة بطريقة غير مباشرة. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت شجرة، والخطاب لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فعلم ما في قلوبهم. طبعا أما أقول ما في قلوبهم أيضا لمحة من لمحات الإعجاز العلمي، لأن ما كان أحد يتخيل أن في القلوب شيء من الذكريات أو شيء من المعارف، والعلم يثبت لنا الآن أن القلب هو ملك الأعضاء في الجسم، وأنه يمتلئ بالقدرة على إعطاء القرارات وعلى هزم المعلومات. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا. يعني بالرغم من أن المسلمين يعني الذين صاحبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الرحلة المباركة إلى مكة المكرمة، يعني لم يروا في صلح الحديبية نصرا للإسلام، بالرغم من ذلك القرآن يؤكد لهم ذلك. لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعون تحت الشجرة، فعلم ما في قلوبهم، فأنزل السكينة عليهم وأثابهم فتحا قريبا، ومغانم كثيرة يأخذونها، وكان الله عزيزا حكيما. مغانم لما جاء بعد صلح الحديبية من فتح خيبر، وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهدينا صراطا مستقيما. والخطاب أيضا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. والحديث هنا عن غزو المسلمين لخيبر
بعد وصوله إلى المدينة بفترة قليلة، وكان يهود خيبر يتآمرون على الإسلام والمسلمين وعلى رسول الله صلى الله عليه وسلم مع العديد من مشركي العرب الذين كانوا يرون في ظهور الرسول صلى الله عليه وسلم وقيادته للدعوة الإسلامية يعني انتقاصا من إمكاناتهم وقدرهم في الجزيرة في العربية. وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها، فعجل لكم هذه خيبر وكف أيدي الناس عنكم. طبعا لما غزا رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر استنجد اليهود بالمتحالفين معهم من القبائل العربية، فجاءوا بالفعل ليناصروهم ضد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فخذل الله نفوسهم في الطريق فعادوا ولم يشتركوا في معركة خيبر. وذلك تقول الآيات: وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه وكف أيدي الناس عنكم ولتكون آية للمؤمنين ويهديكم صراطا مستقيما. ثم أقول: وأخرى لم تقدروا عليها قد أحاط الله بها وكان الله على كل شيء قديرا. أخرى في معركة هوازن وحنين التي هزم فيها جيش المسلمين يعني هزيمة مؤقتة حتى تكون عبرة لهم إن شاء الله تعالى. ثم تقول الآن: سنة الله قد خلت من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا. يعني الله سبحانه وتعالى يعني يحاسب الناس بأعمالهم وضمائرهم ونواياهم، وهو المطلع على كل شيء، العالم بكل صغيرة وكبيرة. فإن أصاب الناس في يعني تحسين نواياهم وفي قصد مقاصدهم يعني أعانهم الله على ذلك، وإن تغادروا في عملية إصلاح النوايا يعني يتركهم الله سبحانه وتعالى لإمكاناتهم. سنة الله التي قد خلت من قبل ولم تجد سنة الله تبديلا، وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديهم عنكم ببطن مكة من بعد أن أظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا. يعني تدخل رب العالمين في قضية الحوار بينهم وبين مشركي مكة كان له دور كبير في حسم المعركة بالصلح وعدم السماح بالحرب أن تقوم بينهما. هم الذين كفروا وصدوكم عن المسجد الحرام والهدي معكوفا أن يبلغ محلة. الهدي إن يهدى إلى الكعبة يعني من الذبائح أن يبلغ محلة. ولولا الرجال المؤمنون ونساء المؤمنات لم تعلموهم أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة غير علم، ليدخل الله في رحمته من يشاء، لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما. يعني هذه القضية، قضية صلح الحديبية، كان ممكن أن ينتج عنها إراقة دماء كثيرة وقتل أعداد كبيرة من المسلمين ومن المشركين، ولكن شاءت إرادة الله تعالى أن يحكم كل ذلك. لو تزيلوا يعني لو تميزوا لو تصرفوا. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية، حمية الجاهلية، يعني مشركي مكة من الحمية من الاستعلاء في الأرض من التكبر. يعني قالوا يعني لن تدخلوا الكعبة أو تدخلوا مكة علينا عنوة أبدا، ورفضوا علما أن شهر كان شهر ذي القعدة والعرب كانوا قد تعارفوا على ألا يمنعوا أحدا من زيارة الكعبة يعني لأداء عبادته، ولكن هذا كان صورة من صور الكبر والاستعداء عند مشركي مكة.
إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين. أنزل سكينة يعني هدوء النفس لاطمئنان، يعني التحكيم للعقل. ولذلك استفز المسلمون استفزازات كثيرة، وبالرغم من ذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم هادئا جدا، يعني يرد على أهل المشركين من أهل مكة يعني ردود منطقية، ويعطيهم كل طلباته، لأن الله تعالى أعلمه أنه سيصرف عليهم بعد هذا الموقف. إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها، وكان الله بكل شيء عليما. بعدين تأتي الآيات بعد ذلك بقول ربنا تبارك وتعالى: لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون، فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا. يعني رب العالمين أوحى إلى رسوله صلى الله عليه وسلم أن يؤجل العمرة إلى العام التالي، وأن في هذا العام سينصرهم ربنا تبارك وتعالى نصرا مؤزرا. ثم تقول الآيات عن رب العالمين: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. يعني أن الله سبحانه وتعالى أرسل سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بالرسالة الخاتمة التي تحسم كل المفاهيم الدينية السابقة، كل الرسالات التي أنزلت قبل بعثته الشريفة، وأن تكون هي الرسالة المهيمنة التي يرتضيها ربنا تبارك وتعالى، ولا يرتضي من عباده دينا سواه. ثم تختم هذه الصورة المباركة بمدح لرسول الله صلى الله عليه وسلم ولصحابته الكرام، فتقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانه، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستوى على سوخه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وهنا لدينا عدة لمحات لا بد أن يتوقف عندها الإنسان. الآيات هذه الأخيرة في سورة الفتح تتكلم على أن في كل من التوراة والإنجيل إشارات إلى مقدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعطي أمثلة تعرف به صلى الله عليه وسلم. والذين درسوا كل ما التوراة والإنجيل، ومنهم كبار علماء المسيحية الذين من الله تعالى عليهم بالإسلام، أثبتوا بجلاء أن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء له ذكره في كل من التوراة والإنجيل. يقول: محمد رسول الله، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. طيب وين مثلهم في الإنجيل؟ يقول: مثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغرب فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. هنا لابد أن يكون لنا وقفة. كلمة شطأ كلمة معجزة، لأن الشطأ عبارة عن إيه؟ عبارة عن
يعني مجموعة من الجذور النباتية التي تنبت من غير الجذر الأساسي، يعني تنبت من جانب الساق، وهذا واضح في نبتة مثل نبتة القمح، يعني نجد الساق الأصلي منبثق من داخل البذرة النباتية. أما نجد على الساق نفسه عدة برعم، كل برعم يرسل مجموعة من الجذور، والسبب في ذلك أن يحمل الأصل بمجموعة من السقان حوله، تحميه من أواصب الريح، تحميه من الحشرات، تحميه من مختلف صنوف الأذى. وهذا التشبيه تشبيه معيز، لأن الذي يدرس سيرة المصطفى صلى الله عليه وسلم يدرك مدى حب صحابته له صلى الله عليه وسلم. فالمثل هذا يشبه يعني مثل وقوف سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في مواجهة الكفر ومن حوله أعداد كبيرة من المسلمين، لا يأخذون منه إلا الهداية الربانية، لا يمتصون من قوته أو جهده يعني شيئا، كل فرد منهم قائم بمسؤوليات قائم بذلك، ولكنهم يحمونه ويدافعون عنه بقدر ما يستطيعون. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة، ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شقه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه، يعني يحميه حتى ينمو ويقوى على سوقه، يعجب الزراعة ليغيظ بهم الكفار، وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما. وبهذه المناسبة يعني ذكر أو تذكر كتب التاريخ أن مشركي قريش أرسلوا وافدا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قبل أن يفرجوا عن سيدنا عثمان بن عفان، وعاد هذا الوافد يقول لكبار مشركي قريش: والله إن زرت كسرى في ملكه وزرت يعني غيره من الملوك في أواصيلهم وفي سلطانهم، فما رأيت قوما يحبون إمامهم كما رأيت أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم يحبون محمد. عندنا في النبات الفسيلة، والفسيلة تنمو من الجذع الأصلي، ليس لها جذع خاص، فتضع في الجذع الأصلي. ومن هنا نرى أن الإشارة إلى كلمة شط هنا لمحة معجزة، لأنه لم يعرف الناس الفرق بين الشط والفسيلة إلا مؤخرا جدا في نطاق المعارف العلمية. وبذلك تنتهي سورة الفتح، وهي سورة مدنية نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم في الطريق من الحديبية إلى المدينة، واعتبرها الرسول صلى الله عليه وسلم بشرى كبيرة له، فختمت بهذا الوصف الجميل لصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، الذي بالإضافة إلى ما يحتوي من حب صحابة الرسول له يحتوي أيضا لفتات علمية معجزة تشهد للقرآن الكريم، لأنه لا يمكن أن يكون صاعقة بشرية، بل هو كلام الله الخالق، كما تشهد للرسول الخاتم صلى الله عليه وسلم بالنبوة وبالرسالة. وإلى اللقاء القادم إن شاء الله، أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.